اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري التنميه المحليه والتعليم العالي والبحث العلمي وعدد من المسؤولين المعنيين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لتطوير منطقة القاهرة التاريخية لا ما يتعلق بربط قطاعات المنطقة بشبكة من المسارات السياحية المتنوعة ومحاور الحركة وتكوين شبكة مساحات خضراء اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه، والدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهره، واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني، واللواء احمد العزازي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئه الهندسيه لتصميمات الطرق. وصرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الاجتماع تناول متابعه خطط الدوله لتطوير منطقه القاهره التاريخيه في ضوء ما اصابها على مدار العقود الماضيه من تراجع وتزايد للتحديات والصعوبات والمشكلات منها انتشار الاسواق العشوائيه وتضرر المباني والمقابر بشده من المياه الجوفيه والتكدس المروري الامر الذي اصبحت معه حاله المنطقه تمثل تهديدا جسيما لجزء حيوي من تاريخ مصر وتراثها العريق وباتت تستلزم رؤيه متكامله للتطوير الشامل على نحو ينهي المشكلات التي تعوق حياه المواطنين ويصون القيمه التاريخيه المتفرده للمنطقه وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة، لا سيما ما يتعلق بربط قطاعات المنطقة بشبكة من المسارات السياحية المتنوعة ومحاور الحركة، وتكوين شبكة مساحات خضراء تعمل على إحياء المناطق التراثية وربط المزارات الأثرية والسياحية والمقابر التاريخية، بهدف الحفاظ على التراث بالمنطقة وتعزيزها سياحيا. كما اطلع السيد الرئيس على أهم العقبات التي تعترض خطط التنفيذ ووجه بالحرص على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ لتشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة، بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة. مشددا على ضروره المحافظه على الطابع المميز لتراث هذه المنطقه والقيمه الاثريه والمعماريه بها بما يتكامل مع الجهود التنمويه في جميع انحاء الدوله المصريه لتحقيق تطلعات المصريين نحو بناء دوله قويه ومتقدمه توفر جوده حياه مرتفعه لجميع المواطنين